I may or may not have lied to you. ما عم بتعلم الفرنسية من الصفر. بس I am relearning الفرنسية بجمعة واحدة. لأنه كنت بالأبي سانك I shot myself in the foot وهلأ صرت عارف أحكي إنجليش أحسن من الفرنسية والعربي تبعي. ومش يعني إنه واو أنا صرت جينيوس بالإنجليش، لا. It just means إنه I'm average بالإنجليش، بس الفرنسية والعربي تبعي صاروا فاليوم قررت حل مشكلة الفرنسية، لأنه العربي problem for another day، مش مشكلتي. Here are my two goals من هالتشالنج. أول شيء أقدر أنجح الدلف بدو يس الستاندرد، مش إنه سكره أو جيب ويت، لا أنجح that's it. والألتيميت جول يلي على الأرجح ما أقدر أعمله بس منشوف، هو هالفيديو اللي هلأ عم تحضروه أعمله سب تايتل أول شيء بالفرنسية مش من الإنجليش وترجمه على الفرنسي. You might be wondering how the fuck am I gonna pull this off. Well عملت plan و we know it's legit لأن عملت لها power cut. Step 1 switch all electronics للفرنسي. Quick side note، خلا أنا تليفوني شي 3 أشهر بالفرنسي for reasons I will not discuss، وما حنقول اللابتوب على الفرنسي لأنه حتاخذني أكثر وقت لأرجع أنقله من الفرنسي على الإنجليز. So we'll skip that step really quick. Step 2 journal daily بالفرنسي. عندي نقص فوكابيلار مش طبيعي بالفرنسي، فيمكن إذا بكتب عن حياتك اليوم على الأقل حأتذكر كلمة أو كلمتين من اللي حترجمهم عن Google Translate. Step 3 كودي كروس على القليلة مرة بالنهار. Again نقص فوكابيلار مفروض يساعدني. Step 4 watch French shows على القليلة حلقة واحدة بالنهار. وباي فرنش شوز قصدي ذات وان شو يلي إلي شي 5 أشهر أوبسيس فيه وبدي حجة لأحضره بلا ما أحس بالذنب. Step 5 اتعلم إسباني من الفرنسي. Why am I doing this? No idea. Just deal with it please. As good scientific people لازم يكون عنا هيبوتيز. إيك فير أندرستيل ذات؟ I will fail miserably. بس regardless متى حتكون هالتشالنج؟ The week of December 18 لديسمبر 24. In other words, التوتس بيك. In other words, الكل تبعي. You might be asking, لي؟ Views. We love views هوني. But first, بما أنه هيدي a valid scientific experiment, لازم يكون عندنا control لنقارن الريزولتس بعد الاكسبيرمنت وقبل الاكسبيرمنت. So, الدف. نقيت الدلف لأنه هو فحص أوفيشل من الدولة الفرنسوية و it doesn't hurt to practice من هلأ مطالني حأعمله سنة الجاي، فلتس هوب من هلأ لوقتها ما بنسى الفرنسية كلها سوا. Speaking of, language attrition هي in simple terms فقدان اللغة. فيها تصير لكوميونيتيز بطريقتين. Language shift مثلاً shift من الميدل إنجليش للمودرن إنجليش بين 1400 والـ 1700، ولانجويج death مثلاً وقت مجموعة بيوقفوا يحكوا لغة فبينسوها أولادهم وبتنقرض. وكمان فيها تصير لإندفيدجوالز بتقدر تكون pathological مثلاً الأفاجة، وبس تصير للهيلثي سبيكرز بيسموها language attrition. وفريندلي ريمايندر إنه language attrition can happen لمين ما كان بحيالة لغة بحيالة part من اللغة. ريسيرشرز مثل مونيكا شميد وغيرها لقوا كذا سبب لهذا النوع من الاتريشن، بس كلهم بيتفقوا على شغله واحده نو انبوت لوقت طويل امبليك لانجويج اتريشن. زينة عيد استنتجت انه عند اللبنانيه اللي عايشين بانجلترا اكبر سبب لفقد العربي عند الاولاد هو قله استعمال اللغه لفتره طويله. اكتريه الاوقات فقد القلقان ببلش بالفوكابولير وشوي شوي بيختفي لدرجه انه الشخص حتى على اهله ما عاد بيفهم. وعادة بتصير وقت الحدا بيفوكس على الـ دو مثلاً English لأنه بالنسبة إله الـ English أهم من العربي. Other symptoms of language attrition فين يكونوا أحلام بالـ L2 أو L3، inner monologue بينقل للـ L2 وبصير الشخص يكتب مذكراته بالـ L2 مش لغته الأم. إذا لقيتوا حالكم بموقف مثلي وعم تنسوا لغة كيف فيكن ترجعوا تكتسبوها؟ فوتنك بيقول إنه age regression hypnosis hyponoth هايبو هيبو هيبنو هيبنوسيس بيقدر يرجع اللغة، بس like sorry مش مصدقته أبدا فنو not doing that one. كاثلين باردوفي هارليغ وديفيد سترينجر بيقولوا انه input مثلا حكي مع قرايب قراية كتيبة literally any use للغة بيمشي كل شيء، وبيقولوا انه بس بتكون ترجعوا تتعلموا لغة مرة تانية مفروض تاخدوا اقل وقت which is perfect لهي التشالنج. اليوم الاول تاني والتالت.
هول 3 ايام كانوا اصعب من ما توقعت. And I have to fucking study now. بكره عندي فحص بيو. Fucking exams. I'm tired. I wanna go to sleep as I can. Why the fuck did I set to do this? مش من ورا هاي التشالنج per se, بس لانه كان عندي فحوصات ودرس وشغل وهاي التشالنج زياده. فلكنت رجعت على البيت وخلصت درس وحدا سمع لي. كنت صرت 12 بس تليفوني بيسكر على 11. اخذ بريك من الدرس باخر الليل 3 دقائق قبل ما يسكر تليفوني لاعمل الكودي كروس والديلي جورنالينج والحضران المسلسلات عملتهم دغري قبل ما نام. تاني نهار كان سبيشل كيس لانه نهار اللي بعده كان عندي فحص فرنسي. فانا فكرت بما انه عم بعمل هاي التشالنج ما ضروري ادرس للفرنسي, بليز ما تخبروا استاذ فرنسي. فدرست مات كل الليل. داي 3 درسته لانه كنت عم بانيك لفحص المات, فكل الصبح قاعدة عم بدرس مات. بس تو بي فير على القليل عملت وحدي كودي كروس. هو دف ثوت انه اعمل تشالنج مثل هاي بنص دين الكل تبعي بلا ما اخد بريك من الاسباني would be a bad idea. مي I thought it was a bad idea. لنقدر نتعلم لغة عكبر. يس اي نو انه بعدني ولد بس معلام من مرقة. يمكن لازم نطلع على كيف الولاد كبيبيات بيتعلموا لغتهم الام ونشفطلهم تكنيكاتهم يلي منعرف انه بيمشوا, لانه I'm assuming انه انتو بتحكوا على القليلة لغة واحدة. اول شي هو انه الحكي او تعلموا اللغة منه جينيتك obviously, واول 3 سنين من حياة الولد كتير مهمين وضروري يتعاطى البيبي مع عالم بعمره ومش عمره ليقدر يكتسب اللغة بشكل كامل. عمر من 10 ل 16 هو الاوبتيمال ايج للواحد يتعلم لغة, بس الولاد اللي عمرهم 10 خلها بيعرفوا يكتبوا ويقروا. فكيف تعلموا اللغة؟ الجواب هو input input input. الولد بيقضي اول سنتين لثلاثه من حياته عم يسمع 24/7 قبل ما يقدر يقول ولا كلمه. So conclusion, الولاد ما بيتعلموا لغتهم الأم بل بيكتسبوها. في misconception كبيرة إنه إذا الولد بيحكي أكتر من لغتين راسه بيطيح, بس that couldn't be farther from the truth. خدوا اللبنانية كإكزامبل. فهلأ السؤال بيصير كيف اللبنانية بيحكوا in some form of another 3 لغات بينما العالم ببلدان برا أنجأ بيحكوا لغة واحدة؟ أول سبب ignoring the fact إنه في كتير لبنانية بيحكوا English أو فرنسي بالبيت مع عيالهم, هو انه بلبنان بيطلع لهم التلاميذ ساعات لغه اكثر من بلدان برا. مثلا بهولندا بيطلع لهم التلاميذ 3 ساعات فرنسي او الماني بالجمعه, بينما بلبنان بيطلع لهم التلاميذ بين 8 و 6 ساعات فرنسي او انجلش بالجمعه حسب صفهم ومدرستهم. والساينتيفيك كمان بيكون بالانجلش او الفرنسي. يوم الرابع الخامس والسادس ما كانوا هالقد سبيشيال, بس كان كتير مبين انه عقلي كان يعني اخذ فيكيشن بعد الفحوصات لانه ما كنتش اعرف الكلمات مثل هاي. In my defense عنا منحط كراش تحت السبان والكراش هي اهم من السبان والكادويات مع بعض, فكودي كروس ما كان مجهز للبنانية مش الحق علي. بس باختصار ولا نهار نسيت اكتب وترجمت الكلمات يلي ما بعرفون, واذا ما كان معي وقت تركتهم للنهار اللي بعده. كذبت عليكم, هالتشالنج ما كانت جمعه, كانت 8 ايام. وحخلي باست ميريام تشرح لكم ليه. نو ديسمبر 25 ميري كريسمس للكل بعايد كريسمس, ومفروض تكون تشالنج خلصت امبارح. شو البلان لليوم؟ وباي ذا واي الساعه 8 بدي اكتب, بدي احفظ اتليست جرب احفظ ذا ثينج انه اعمل كل هالكلمات اللي تعلمتون على كودي كروس حزتون على أنكي وتعلمون بفرد نهار. Yeah I can do this, I'm a strong independent woman, I can do this. December 26, 2023. وأنا فخورة أقولكم أنه بعد جمعة مع أنه إعازة جوجل للأجوبة ما كتير نقص, صارت تاخدني أقل من نص الوقت لخلص جريد بكودي كروس, وصرت ترجمة الكلمات بس اكتب بالجورنال. جات عملت الدلف و it got me thinking عن شغلة واحدة, ليه هالقد مهم انه كون احكي فرنسي او حيلا لغه غير الالقان تبعي؟ شو افاده المولتي لينجواليزم؟ بكتاب هات سكسس فون تفيت على خوبفوده اليزابيث فاندرليندو وفولكرت كاوكا بيحددوا كذا سبب للاقي لازم الاهل يربوا اولادهم بلغتين, بس في كتير منهم ما بينطبقوا علي وعلى الماجوريتي من اللي بيحضروني. فاذا شو هن البوزيتيفز من المولتي لينجواليزم؟ بيقولوا انه عدد اللغات يلي بتحكيها ببالت اوف يو سكسسفول بنت, واكوردنج لميدلبري لانجويج سكول وللصراحه اهلي ولتر اللي حيلا حدا على وجه الكون بتساعدكم بس تجوا بتكون تدوروا على شغل, وكمان بتحسن الذاكره والبرين فانكشن. انا بعد بزيد وحده, كل ما تتعلموا لغه كل ما يصير عندكم لغه زياده تحكوا فيها عن العالم بوجهن. الدلف قدامي اول فحص والتاني فحص عملته نجحت, فانا مبسوطة شخصيا, مبسوطة بعلامتي. بعكس من ما توقعت ما كتير تحسنت,
بهذا الفحص ما تبعوا كل وراء فبيسكلي لتاني اكزرسيس كومبريانسيون اكريت كان عندي 5 اسئله بدال العشرة فمش على 25 على 18.5 اذا نطلع على النوت توتال من ليه انه انا نقلت من 7.4 ل 7.8 اللي هي سلايت امبروفمنت بس اذا نطلع على العلامات العاده بالكومبريانسيون اورال رجعت علامة وربع لأنه كتير منهم جست السؤال بكوكب والجواب بكوكب تاني. الشي الوحيد يلي عن جد تحسنت فيه هو البرودكسيون. أنا وقت عم بكتبها طالبين منها 250 كتبت أنا يمكن شي 200 هون كتبت برياحة 300. Now that I think about it يمكن ما كان لازم أعمل الدلف وقت كنت ساخنة لأي حرارة وراسي مش معي. You live and you learn. هلا بما انه خلصت التشالنج اخيرا صار في انه التليفوني من الفرنسي على الاسباني. برا 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 اذا وصلتوا لهي البوينت بالفيديو انا وشاركي من لكم ميرسي لانه للصراحة كونوا نيردز مثلي يعني اهم شيء تعلمته ما تعملوا بلان لهيك تشالنج بنص دين الكل انه اتس فيري ستوبيد وانتو العلامات والتشالنج حتعانوا ثاني شيء هو انه الانبوت بيمشي والتكرار بيعلم الحمار did it work سؤال صعب لانه تكنيكلي سبيكينج جبت اعلى بالدلف ونجحت الدلف which was my goal عمل subtitles لهي الفيديو بالفرنسي so like two goals من أول الفيديو I kind of achieved them so technically speaking it did work بس الطرق يلي بحسنها هو أول شيء بنقي جمعة بقدر أعطيها لهي التشالنج وقت أكتر وprobably لازم أحفظ الكلمات يلي تعلمتهم وش تاني بغيره بحط أكتر فوكس على القراية شكرا مشاهدتكم هاي الفيديو please like هاي الفيديو اعملوا subscribe وبشوفكم بالفيديو الثاني تشاو